السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي راني عبد الحق، كاتب المجلس ديال الجامعات الجديدة. حنا اليوم متواجدين معكم، بغينا نعرفوا غير بعض النقاط اللي كتعلق بالتجار واللي كيتسائلوا على لحد الآن ما كاين حتى شي تحرك حسب اللي كيقولوا، لا ديال السلطة ولا ديال الجامعة. حيت كيف نشرنا في الأسبوع الفارط بأنه كان واحد الاجتماع اللي جمعكم مع السلطة والتجار، ممتنين هذوك التجار في المكتب ديال السيد الباشا، واللي كان الانتريم رئيس الدائره وقيل هو اللي كان الانتريم ديال السيد الباشا، وكنتو وضعتوا واحد النقاط اتفقتوا عليها ووقعتوا عليها كاملين بان هي اللي غتبدا تطبق. اذا كان ممكن هاد التجار ديال المدينه والساكنه بغاو يعرفوا غير هذوك النقاط تمر عليهم بعجاله، يعني هذوك النقاط وفين وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنشكر السي عبد السلام حكار، جريدة جديدة نيوز، موقع الإلكتروني اللي كيتبع كل أحداث مدينة كبيرة وصغيرة. الحقيقة كيشرفنا كثير أننا نتعاملوا مع هذا الموقع ومواقع أخرى بطبيعة الحال اللي كتهتم بتدبير الشأن المحلي بالخصوص. فيما يخص السؤال ديالكم السي عبد السلام، هي حقيقة أنه بدعوة من السيد باشا مدينة الجديدة بالنيابة، اللي كان آنذاك السيد رئيس الدائرة، بدعوة منه حضرنا واحد الاجتماع اللي حضروه مجموعة ديال الجمعيات ديال التجار، وكذلك حضره السيد قائد ديال المقاطعة الثانية، وعن المجلس الجماعي حضر السيد النائب الأول للرئيس عبد الرحيم العزمي، وكذلك حضرت هذا الاجتماع. وهذا الاجتماع ما جاش في الحقيقه اول اجتماع، وكانت واحد المجموعه ديال الاجتماعات اللي تناقشنا فيها في هذا الاشكال، خاصه ديال احتلال الملك العمومي، وكذلك التضييق الذي يمارس على التجار في مدينه الجديده من بعض الوافدين على مدينه الجديده اللي كيجيو بمناسبه ديال الصيف وكيحتلوا واحد المجموعه ديال الاماكن وكيضيقوا على الناس، وكذلك كيضيقوا على الراجلين، وكذلك حتى ان الجماعه لا تستفيد شيئا من هذه الفوضى العارمه التي تعم واحد المجموعه ديال المواقع اللي كتشتغل فيها هاد الناس الباعه المتجولين. في الحقيقه وكان نقاش جد مفيد اللي كل اعطى من زاويته الاشكاليه والابعاد ديالها والاضرار الناجمه على هذه الاشكاليه، وتم الاتفاق على واحد المخطط من اجل يعني الاخلاء ديال الملك العمومي، ومن اجل يعني تدريجي، وكيف كيعلم الجميع على اساس ان هاد المستغلين للملك العمومي ينقسمون الى ثلاثه اقسام. القسم الاول هو ناس كنعرفوهم، ناس ديال الجديده اللي 20 سنه 25 سنه 10 سنين، وهما كيمارسوا هاد التجاره ديال الباعه المتجولين بتراخيص استثنائيه اللي كانت تعطات إبان المجلس السابق والمجالس اللي فاتت. ولكن كاين واحد المجموعه هي كثيره جدا، تقدر بواحد 150 ولا 200 رخصه، اللي معطيه خارج الضوابط القانونيه، وهذه ما عندناش لها يعني حتى اصل وحتى تراسابيليتي اونيفو ديال قسم الجبايات اللي عندنا. القسم الجبايات اللي حاصي عندنا حنا المجموعه ديال الرخص يعني كتقدر بحوالي 150-156 رخصة استثنائية، وهذه كيتم استخلاص ديال الواجبات ديالها يعني في القسم المختص. 76 رخصة. إذا فهمت هادو الآخرين اللي قلتي كاين عندهم الرخص وهم مأدين واجبات، ما كيأديو لا واجبات لا والو. أنا جايك السي حكار نوضحوا الأمور باش الرأي العام يكون عارف علاش كنتذاكروا. كاين 76 رخصة، والأخ صحح لي الرقم، 76 رخصة رسمية، هذه يتم الاستخلاص ديال الواجبات ديالها يمكن بنسب متفاوتة، ولكن كيجيو الناس يخلصوا الواجبات اللي عليهم وهي رخص استثنائية. كاين الرخص اللي تعطات في بين قوسين في الفترة الصيف اللي فات قبل الانتخابات، واللي تعطات فيها واحد المجموعة ديال الرخص وما كايناش، ما مسجلاش في الكناش ديال 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 البلدية ديال الرخص، بالتالي هذه ما كنستخلصوا منها والو، ولكن راه محسوبة رخص استثنائية كاينه. وحنا بصدد يعني الكشف على هذه الاسماء هذه كلها والتحيين ديال سميتو. كاين كذلك وهذو هما السواد الاعظم اللي هي 80% هي الناس اللي كتستغل بدون رخص استثنائيه، لا من الفئه الاولى ولا من الفئه الثانيه. هذو ناس اللي كيجيو، نعطيك على سبيل المثال، واحد كيجي كيوقف عربه ولا كيوقف
كاميو ولا كيوقف بيكاب عامر عبد الله عامر بن بتيخ كيبيع عشيه كيجمع الفلوس وكيخلي الزبل ويمشي في حاله. كاين واحد المجموعه ديال الناس كذلك اللي استعمرات واحد المجموعه ديال الشوارع وكتحط في الرصيف الخضار والفواكه وجميع المنتوجات يعني كلها كتباع وكيخليو كيخلقوا واحد الفوضى وكيمشيو فحالهم. هادو ما محصيينش وهما السواد الاعظم اللي مسبب العرقله في مدينه الجديده واللي عطى هذا الطابع البدوي ديال مدينه الجديده اننا ولينا كنلقاو واحد المجموعه ديال المظاهر غريبه جدا على الجديده اللي ولات. بالتالي يعني التشخيص ديال الوضعيه متفقين عليه، لا حنا ولا السلطه ولا التجار متفقين على التشخيص ديال هذه الوضعيه. دابا كيف السبيل على اساس اننا نحلوا هذه الاشكاليه اللي غادي تجي عبر مراحل؟ اولا التزمت السلطه وهذا بموجب المحضر الموقع معها على اساس ان الاخلاء ديال الملك العمومي من الباعه المتجولين الغير المرخصين اصلا اللي قلنا هي هذيك 80% هذا من الاختصاص ديال السلطه بتعاون بطبيعه الحال مع المجلس الجماعي الذي سيضع رهن اشاره السلطات المحليه جميع الامكانات اللوجستيكيه والبشريه لتنفيذ هذا المخطط هذا وهذا الاخلاء هذا من طرف هذا. كذلك الفئه الثانيه هي اللي احنا بصدد ديال الاحصاء ديالها ديال هذه الرخص الغير مسجله وهذه يمكن من بعد غنشوفوا القرار اللي غنتاخذوا في وهذا الشيء مضمن في المحضر. لا هذا الشيء حضروا له الاخوان وراهم الاخوان كاملين هذا نقاش عام وانا غنجي للنقاط من بعد ونشوف المسائل. كاين كذلك النقطة يعني الثالثة هما الإخوان اللي مرخص لهم الاستغلال الملك العمومي كيأديو الواجبات ديالهم وهما اللي كاين يعني الرقم الكبير فيهم كاين في ساحة الحنصالي وكاين في شارع ديال بوشريط شارع الزرقطوني وكاين واحد المجموعة ديال المواقع هادو في إطار الزهراء كاين في حي السلام في أم الربيع أكيد 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 أنا جاي نتذكر على هذا الشيء هذا كامل. كاين واحد البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي غدير واحد المجموعه ديال الاسواق النموذجيه اللي باقي مخلوق عليها نقاش وكذلك حنا كنحاولوا على طرقنا ديال التواصل على اساس اننا نقنعوا جميع المتدخلين على اساس انه هذه الاسواق تكون فعلا نموذجيه وتكون تلبي الرغبات ديال هاد الناس وتكون كذلك في اطار ديال الحفظ ديال الكرامه وفي اطار ديال الاحترام ديال البيئه وفي اطار ديال الاحترام ديال الحقوق ديال البلديه وديال المواطنين وديال المدينه كلها. كاين واحد جوج ثلاثه ديال المشاريع راهم الان بصدد الانجاز وحنا في حوار مستمر مع هاد الباعه المتجولين حتى انه يكون داكشي في المستوى يكون كيرضي الجميع. هاد الباعه المتجولين قلنا هما اللي غادي يشملهم هاد النظام. ثاني ندوز مباشره النقاط المدرجه والالتزامات المدرجه في هذه الاتفاقيه. استمرار عملية إخلاء الشارع العام من الباعة المتجولين غير المرخصين من طرف السلطة المحلية بالتنسيق مع السلطات العمومية والمجلس الجماعي، هذه اتفقنا مع السلطة المحلية على أساس أنه ومع التجار كذلك، وذكرنا حتى على التوقيت ديال هذه الحملة، راعينا فيها الصيف، راعينا فيها العيد، راعينا فيها واحد المجموعة ديال المعطيات، ولكن على أساس أنه غادي تكون بالشكل الحازم في اقرب الاجال ديال الاخلاء ديال الملك العمومي من طرف هاد الباعه المتجولين الغير مرخصين. وكيف قلنا حنا مستعدين اننا نتعاونوا مع السلطات ومع جمعيات ديال التجار من اجل تنفيذ هاد النقطه هذه. الغاء الرخص المؤقته تبع للقرار الجماعي المتخذ في دوره ماي 2016 انسجاما مع الاتفاقيه المبرمه في اطار مبادره وطنيه التنميه البشريه الخاصه باعاده هيكله اسواق القرب في اقرب الاجال، اكيد هذه تا هي تحظى بواحد الاولويه لا من طرف السلطات المحليه ولا من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولا من طرف الجماعه الترابيه التي اتخذت جوج ديال القرارات وهي بصدد مناقشه بعض القرارات الاخرى الملائمه باش يمكن هذه النقطه تخرج للحيز الوجود، حنا خدامين فيها. تفعيل دور الشرطه الاداريه الجماعيه، اكيد التزم السيد رئيس المجلس الجماعي بانه في اقرب الاجال حنا غادي يكون عندنا اجتماع ديال المكتب ديال المجلس اليوم غادي نكونوا مجتمعين وغادي نهضروا مع السيد الرئيس على اساس باش يدير هذا التفويض واحد الشرطه اداريه فعاله اللي تكون كتواصل تكون واحد المجموعه ديال المواصفات كتميزوا بها الموظفين اللي غيشتغلوا في هذا المجال وغادي يخرجوا في اقرب الاجل ان شاء الله من اجل انهم يديروا الخدمه ديالهم. كذلك التزام التجار باحترام المساحه المسموح باستغلالها قانونيا وهذا نشد على ايدي الجمعيات ديال التجار الذين يعني تجاوبوا بشكل تلقائي مع ما يتعلق باحتلال الملك العمومي من طرف التجار تيندا وما وراء تيندا وسميتو، هما التزموا على اساس بانه
تماشيا مع الخطه في تحرير الملك العمومي، حتى هما غادي يحاولوا على اساس انهم يخليو الملك العمومي المستغل بشكل غير قانوني. التزام اصحاب الزام اصحاب المقاهي باحترام المساحه المسموح بها قانونيا، كذلك هذا في اطار ديال القانون غادي بتنسيق مع السلطات المحليه غادي تكون واحد الحمله عما قارب ان شاء الله على اساس تحرير ديال الملك العمومي من اصحاب المقاهي، وماشي غير المقاهي، واحد المجموعه ديال التجار والحرفيين اللي كيحتلوا الملك العمومي بشكل عشوائي. غيتم التفكير في هذا، يعني ماشي التفكير وانما التفعيل ديال تحرير هذا الملك العمومي، توفير الامكانيات الماديه واللوجستيه والبشريه لتسهيل عمليه اخلاء الملك العام كل شيء من طرف الجماعه، هذا لا نقاش فيه، هذا دورنا وحنا مستعدين على اساس انه جميع الامكانيات المتاحه حتى لا ما كايناش نحاولوا نقلبوا عليها من اماكن اخرى من اجل ضبط هذه العمليه وتمشي بشكل وجوب انخراط السلطات العموميه بما فيها الامن الاقليمي والقوات المساعده في هذه العمليه، وهذا كتعرفوا بانه ضروري ما يكون معنا الناس ديال الشرطه والناس ديال القوات المساعده والسلطات العموميه، لان بعض الاشياء كيكونوا انزلاقات وكيكون بعض الاشياء اللي ضروري ما نحميو يعني المتدخلين في هذه العمليه هذه. التزام جمعيه التجار بتحسيس باقي التجار بمقتضيات تنفيذ هذه التوصيات مع انخراطهم في تنفيذ ما جاء في المحضر، نشد على ايدي التجار والجمعيات اللي حضروا على اساس انهم خداو على العاتق ديالهم باش هذه العمليه ان شاء الله تمشي بالموازات ديال التحسيس، تمشي بالموازات مع الاخلاء ديال الملك العمومي. لكن السراني كلام جميل، كلام ما فيه ما يتقال، غير هي بالنسبة لواحد النوع من الشك كيبقى عند المواطنين وعند التجار. علاش؟ لأنه ماشي أول مرة غيداروا حملات، وماشي أول مرة غتصير القضية، ولفوا كما سميناها في واحد المقال حمى، هذه حمى كتمشي وكتفوت وكترجع الأمور إلى ما كانت عليه، وكنعرفوا كاينين بعض الجهات مستافدة من هذه الأمور هذه، كتاخذ عليها النصيب ديالها، وهي اللي كتحاول ما امكن العرقلة ديال اي مشروع من حقه يفك من هذه الازمه هذه. انا السي عبد السلام باش نكونوا واضحين، ما يمكنش نشتغلوا خارج الضوابط القانونيه والاطار القانوني، نحن مستعدون يعني لتنفيذ جميع التزاماتنا بالطرق القانونيه 100% وفي اقرب الاجل فيما يخص الجماعه، باش نكونوا واضحين، لان خص نعرفوا السي عبد السلام بان هذه الظاهره هذه اولا ماشي ظاهره جديدة على البلاد، هي ظاهرة قديمة، يمكن استفحلات في هذه السنوات الأخيرة من الثلاث سنين الأخرى ولات بشكل ضاغط وكبير، يمكن بتفاوت ما بين مدينة ومدينة وما بين قرية وقرية ولا ما بين حي وحي كاين تفاوت، وكاين بعض الأحياء التي عليها ضغط كبير في هذه المسائل، حنا واعيين بهذه المسائل، ولكن في إطار الضوابط القانونية خاص السلطات العمومية والسلطة المحلية والمجلس الجماعي يتحملوا مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته من باب المسؤوليه القانونيه اللي عنده، باش نكونوا واضحين السيد. حيت بلاتي عاد وضحت النقطه حيت غادخل في هذا السياق نيز، ملي كتذكر المجلس الجماعي كتذكروا الشرطه الاداريه. اكيد. هذه القضيه ديال الشرطه الاداريه اللي ذكرتي وان الرئيس يعني واش كتظن بانه عند الجماعه عندها الموارد البشريه الكافيه باش انها دير شرطه اداريه بعدا؟ واخا. حنا الالتزام ديالنا نابع من معطيات مدققه، ما كنقولوش التزامات وما نقدروش ننفذوها من بعد، حنا كنذاكروا على الالتزامات ديالنا واش نقدروا ننفذوها واش هي الامكانيات المتاحه عادي يمكن لينا نديروها. انا اللي كنقول لك اليوم بانه الجماعه المجلس الجماعي المدينه الجديده غادي يدير هذا الاسبوع والا في الاسبوع اللي من بعد منه غادي يكون قرار ديال الشرطه الاداريه اللي غادي تخرج دير الخدمه ديالها في اطار القانون وفي اطار بطبيعه الحال ديال الحمايه ديالها من طرف السلطات العموميه اللي كاينه في المدينه. واحد. ثانيا باش تكون الامور واضحه، راه الصفه الضبطيه ما كايناش عند المجلس، الصفه الضبطيه كاينه عند السلطات العموميه والسلطات المحليه. حنا ما يمكنش نخرجوا جوج ولا ثلاثه ولا خمسه ديال الموظفين بلا حمايه ديالهم ويمشيو يحروا الملك العمومي بطرق اللي غير قانونيه. اللي عندنا حنا اولا نديروا التحسيس هاد الناس، خصنا نخبروهم بانهم راه خارج الضوابط القانونيه، راه كيمارسوا واحد المهنه خارج الضوابط القانونيه. ثانيا تحرير المحاضر، ثالثا تنسيق مع السلطات من اجل ان الامور ترجع للنصاب ديالها، وهذه امور واضحه. السلطه حتى هي ابدت على لسان السيد الباشا بالنيابه، وحتى السيد الباشا كذلك ابداوا استعدادهم الكامل
من اجل التعاون في حل هذه المعضلات. مهم، حنا كنتمنوا بان هذه الامور هذه فعلا تمشي بهذا السياق، هذه الطريقه هذه وبهذه الوتيره. غير هي راه عينت الجديده نيوز، انا شخصيا عينت واحد القضيه ان السيد ديال الشرطه الاداريه في الشاطئ كان كيبغي يتعاون مع السلطه، ما كيبغيوش كاع يعطيه وقت، كيقولوا لي سيد عم بحرك، ما بغاوش يتعاونوا معاه. واش هذا الشيء غادي يكون في البداء؟ المهم الايام القليله القادمه هي اللي غادي تورينا. اخر كلمه سيراني، اخر كلمه قبل ما نقول اخر كلمه، بغيت نعقب واحد التعقيب بسيط جدا على القضيه ديال الشرطه الاداريه في البحر. انت كتعرف السي عبد السلام وانا كنعرفك، يعني الكاميرا ديالك كتسال الليل بالليل والنهار، انت شتي شحال ديال الافواج ديال الباع المتجولين اللي كانت تحت البحر بالليل وبالنهار. راكش جماعه بامكانياتها البشريه حاولت تخدم على جهد المستطاع. درنا في الاول خمسه ديال الاخوان اللي تبين بانه عندنا ضعف في واحد المرافق من المرافق ديال الجبايات، حاولنا اننا نريكيبيريو جوج، خلينا ثلاثه على اساس انهم يتعاونوا مع السلطات، ولكن داكشي كثير. باش نكونوا واضحين، الا بغيتي الشرطه ديال الاداريه ديال البحر تخدم بشكل قانوني وبشكل مضبوط وبشكل فعال، غادي خصك على الاقل واحد خمسه ديال النقاط دي بوان فيكس على طول لا بلاج، وكل بوان فيكس خاص يكونوا فيه اربعه ولا خمسه. هاد الامكانيات ما كنتوفروش عليها اليوم، يمكن مشاركه مع واحد مجموعه ديال القطاعات، يمكن في اطار ديال يعني اعاده الانتشار ديال العمال والموظفين ديالنا، يمكن نفكروا في هذا الشيء في مناسبه الصيف المقبل. وكذلك نبغي نوجه للمواطن الجديدي، انا كنقول له من هذا المنبر ديالكم السي عبد السلام، انه المجلس يعمل جاهدا على اساس انه يكون في المستوى ويحقق الطموحات ديال الجديدين. هناك عده اكراهات، نحن بصدد السنه الاولى دازت فيها مجموعه ديال المحطات، ولكن راه عندنا برنامج ان شاء الله من حيث النظافه، من حيث كل شيء ان شاء الله غادي يتحسن لما هو احسن، ونتمنى على الله اننا نكونوا في الموعد. وشكرا. شكرا سي عبد السلام، تبارك الله.